رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حقا لنا كل الشرف أيها الأحرار أيها الأشراف أيها الشريفات الحرائر، كلنا فخر واعتزاز بأن نقف في هذه الوقفة التضامنية لأجل هذين العالمين الجليلين المضحين الذين لا زالوا يقبعون في السجن منذ 5 سنوات. شيخنا آية الله الشيخ عبد الجليل وشيخنا الفاضل الشيخ محمد، كلهم دخلوا السجن لأجلكم، لأجل الحرائر، لأجل هذا الدين، لأجل هذا المبدأ، لأجل هذه الشعائر التي وفقت لأن تلقى في وقت يطالب الشعب فيه حقوقه المشروعة المسلوبة. إذن هكذا نحيي ذكرى سجنائنا، هكذا نحيي ذكرى شهدائنا. لا بد من المواصلة في هذه الاعتصامات الخيرة التي هي رسالة إلى أمرين، رسالة إلى النظام حتى ينظر في الأمر إن أمكن، ورسالة أخرى للمعتقلين جميعا، الشيخين وغيرهم من الرموز الذين لا زالوا يقبعون تحت القضبان. أحبتي، هذه الوقفات وقفات شريفة يحبها الله ورسوله ويحبها الناس، وهو نموذج لأجل المعاساة ولأجل مواصلة الدرب السلمي الذي نحن فيه. بالروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين.